الذي به كان كل شيء. الكتاب بيقول لنا في تكوين 1:1 في البدء خلق الله السماوات والأرض. وكلمة الله في اللغة الأصلية في تكوين 1:1 جاية بصيغة الجمع إلهيم، أي أن الخالق من البداية هو الله بأقانيمه الثلاث، الآب والابن والروح القدس. وكل أعمال الله لما بيعملها بأقانيمه الثلاث، لأنه الثلاث أقانيم متحدين في الجوهر، هو إله واحد، إحنا ما عندناش تعدد آلهة لكنه الله واحد. وإن تصدر المشهد أحد الأقانيم، فإن تصدر الآب لمشهد الخلق ده مش معناه أنه الإبن والروح القدس لم يشتركوا في الخلق. هنشوف دور الإبن في الخلق لأنه الإبن هو الخالق أيضا. الروح القدس أيضا في تكوين 1:2 بيقول لنا أنه كانت الأرض خاربة وخالية وروح الله يرف على وجه المياه، أي يحتضن. ويحتضن دي بنفس المعنى للدجاجة مثلا اللي بتحتضن البيض علشان يفقس. فالروح القدس كان ليه دور في الخلق أيضا، وده موجود من أول سفر التكوين من البداية. في آية شهيرة جدا أنا شخصيا يعني بعزها قوي في إنجيل يوحنا أصح 5، الرب يسوع شفى واحد مريض في بركة في أورشليم اسمها بيت حزدة، كان ليه 38 سنة. وبعدين قال له قوم احمل سريرك وامشي. فالفريسيين احتجوا على المسيح وعلى الراجل وقالوا له ليه انت شايل السرير وماشي؟ قال لهم اللي شافاني قال لي كده. قالوا له مين؟ قال لهم انسان اسمه يسوع. فجمله يسوع قالوا له انت ازاي بتشفي في سبت؟ قال لهم بقى خد بالك، ابي يعمل حتى الان وانا اعمل. اول ما قال لهم العباره دي كانوا عايزين يرجموا المسيح ويقتلوه. طب ليه؟ العهد الجديد بيوضح لنا في مواضع كتيره جدا انه الابن هو الخالق ايضا، ان الاب خلق كل شيء من خلال الابن بالمسيح في المسيح. فبيقول الكتاب في يوحنا 1:3 كل شيء به كان وبغيره لم يكن شيء مما كان. يعني كل الخليقه كانت وتكونت بالمسيح، وبدون المسيح لم تخلق شيء. فهو كان الاب يخلق من خلال الابن بواسطه الابن، خلق كل شيء بالابن. لو رجعنا لأول صفحة في كتاب التكوين خلق الكون، قال الله ليكن كذا فكان كذا، يعني الخلق بالكلمة، والمسيح هو كلمة الله، وبالتالي خلق الكون كله بالمسيح. فالمسيح هو الخالق زي ما قال في كولوسي، في كولوسي 1:16 آية كبيرة طويلة بتورينا في أجزائها كلها عن دور الابن في الخلق. الكل به وله قد خلق، كل الخليقة خلقت بالمسيح وللمسيح. وبيقول في أول الآية دي فإنه فيه خلق الكل، ما في السماوات وما على الأرض، ما يرى وما لا يرى، سواء كان عروشا أم سيادات أم رياسات أم سلاطين، الكل به وله قد خلق. يعني كل الخليقة سواء اللي احنا شايفينها السماوات والأرض خلقت بالمسيح وفي المسيح، حتى ما لا نراه الملائكة والعالم الروحي كله خلق بالمسيح وفي المسيح. فالابن هو اللوجوس زي ما قلنا، هو عقل الله الناطق أو نطق الله العاقل، والآب خلق كل شيء أو الله خلق كل شيء بعقله ونطقه. البشير يوحنا يقول قال إن الله أبوه معادلا نفسه بالله. يبقى أنا همسك الخيط، ما معنى المسيح الإبن المعادل لله؟ بنوة هنا لا تعني، الناس فاهمين إن بنوة تعني حاجتين. للأسف في مفهوم في الثقافة المحيطة بينا إنه تولد من الله والله لا يلد. ومين قال انه احنا بنقول يا مسيحيين ان المسيح ابن؟ يعني الله تناسل تزوج والمسيح هو النسل؟ حاشا. فنحن من الله روح ليس له جسد، لكن المسيح بنوته ليست بالتناسل، حاشا. نمرة 2، بعض المسيحيين كمان بيفهموا جزئية تاني ان الابن يعني الاب اسبق، فالاب اولا ثم جاء اقنوم الاب. برضو لا،
لأنه في أقانيم اللاهوت لا يوجد من هو أسبق السابق واللاحق، كلا، وإلا يبقى المعادلة بين الأب والابن وروح القدس انتفت. ما معنى إذن الابن؟ ببساطة شديدة هقولها في جملة واحدة، الابن هو المعادل للأب والمعلن لذات الأب. شو كده يقول لنا الله كلمنا في هذه الأيام الأخيرة في ابنه. احنا شفنا الله لما جالنا مين؟ جالنا الابن. علاقة الكلمة بناطقها علاقة جوهرية ولا يمكن الفصل بينهما. ما اقدرش افصل بين فكري وطريقة التعبير عن الفكر. إرادة الله اللي بيتم التعبير عنها حسب مفاهيمنا البشرية بكلمة الله هي تعبير عن إرادته، عن طبيعته. بالتالي نقول كل الكون خلق بالكلمة، الكلمة يسوع المسيح. عشان كده كاتب العبرانيين بيقول لنا في عبرانيين واحد، وعبرانيين واحد بيتكلم كتير عن لاهوت المسيح، الله بعد ما كلم الآباء بالأنبياء بأنواع وطرق كثيرة كلمنا في هذه الأيام الأخيرة في ابنه الذي به أيضا عمل العالمين. وبيقول لنا في نفس الأصحاح من آيات من 8-10، وأما عن الابن ويقول له كرسيك يا الله إلى دهر الدهور، قضيب استقامة، قضيب ملكك إلى آخره. وبيقول له وأنت يا رب في البدء أسست الأرض والسماوات هي عمل يديك. وهنا وبيخاطب الابن بيقول له السماوات هي عمل يديك. العهد الجديد والكتاب المقدس كله، ويمكن تتضح الصورة أكتر في العهد الجديد لأنها بتشير للمسيح بشكل أوضح، إنه الكل خلق بالمسيح وفي المسيح. كمان عندي كم معنى تانيين مهمين أحب أوضحه، ذكرهم المسيح عن نفسه، بتورينا بعد أو عمق كلمة الإب. أولا معلن لذات الله لأنه المعادل لله. اثنين موضوع حب الآب من الأزل وإلى الأبد. يعني إيه؟ المسيح في صلاته في يوحنا 17 بيقول للآب لأنك أحببتني قبل إنشاء العالم. طبعا واضح قوي محبوب الآب. ولذلك تأتي العبارة دي في مطلع إنجيل يوحنا، الابن الوحيد الذي هو في حضن الآب. الناس بتقول هو الآب لحضن، ده كلام مادي. لا، خلينا نفهم حضن الآب ده تعبير معنوي. معناه إيه؟ موضوع حب الآب، فده معنى الإب. حاجة تانية قالها المسيح عن نفسه، إنه معادل للآب، أنا والآب واحد. إنجيل يوحنا أصحاح 10، أنا والآب واحد. في تعادل تام بين الإب والآب. حاجة تانية قال المسيح لفيلبس، سأله فيلبس قال له أرنا الآب وكفانا، قال له أنا معكم زمانا هذه مدات ولم تعرفني يا فيلبس، قال له لا بقول لك أنا عايز أشوف الآب، قال له الذي رآني فقد رأى الآب. إذن هناك مشابهة تامة بين الإب وبين الآب. بنطلق من الصفحة الأولى من كتاب التكوين عن خلق، خصوصا خلق الإنسان. خلق الله الإنسان على صورته ومثاله. كل كائن هو صورة الله، كل كائن هو ابن لله. ده اللي بيدي المركزية للكلمة. وبدون هذا الإيمان تصبح حياتنا فارغة. ده إعلان الكتاب. فمثلا الكتاب بيقول لنا عن شخص المسيح في مطلع بشارة يوحنا، كل شيء به كان وبغيره لم يكن شيء مما كان. كمان آية تاني في برضو إنجيل يوحنا أصح 1 عدد 10،
يقول لنا ايه؟ يقول لنا المسيح كان في العالم وكون العالم به ولم يعرفه العالم. ادركنا الألوهية المسيح وان هو المسيح الخالق بيخلينا مبهورين اكتر بشخصية المسيح. ساعات كتيرة بسبب النعمة والمحبة ورؤيتنا لوداعة المسيح ومحبته واتضاعه، بالذات لما بنقرأ قصة حياته في الأناجيل بتخلينا أوقات يعني نستهين ببعض الأمور أو نستهين بعلاقتنا وبنظرتنا للمسيح إنه ده القريب مننا صاحبنا يعني، لكن الحقيقة هو الخالق، وده يخلينا نقدر ندرك قد إيه كماله في محبته واتضاعه بالرغم من أو متوازياً مع عظمته وقدرته. هو الخالق، هو اللي خلقني وهو اللي فداني، فده يخليني قد إيه مبهور بيه، قد إيه أخافه وأحبه وأفرح بيه وأكرس نفسي ليه وأنظر ليه بنظرة متكاملة من الإعجاب والمحبة والمهابة والخشوع. إذا كنت أنا صورة الله وأخويا صورة الله وأختي صورة الله، بالتالي كلنا واحد وكلنا لنا نفس الكرامة، نفس الاحترام، نفس المكانة. كرامة الإنسان أساسها إنه هو موضوع حب الله، صورة الله. نؤمن بإله واحد أب ضابط الكون، خالق السماء والأرض وكل ما يرى وما لا يرى، وبرب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب قبل كل الدور، نور من نور، إله حق من إله حق، مولود غير مخلوق، مساوي الآب في الجوهر، الذي به صار كل شيء، الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجلي خلاصنا. نزل من السماء وتجسد من الروح القدس ومن مريم العذراء والدة للام، وصار إنسانا وصلب عوضا عنا في عهد بيلاطس البنطي، تألم ومات ودفن وقام في اليوم الثالث كما شاء، وصعد إلى السماء وجلس عن يمين الله الآب، وأيضا سيأتي بمجد عظيم ليدين الأحياء والأموات، ذلك الذي ليس لملك انقضاء، ونؤمن بالروح القدس الرب المحيي الكون المنبثق من الآب ومع الآب والابن يسجد له ويمجد، الذي نطق بالأنبياء والرسل وبكنيسة واحدة جامعة مقدسة رسولية، ونعترف بمعمودية واحدة لمغفرة الخطايا
ونترجى قيامة الموتى والحياة الجديدة في العالم الآتي. أمين من باب رخمه. لمشاهدة الحلقة الكاملة زوروا سات7 بلس.